أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم تتبع القبور التي قد دفنت حديثا ثم الصلاة عليها طلبا للأجل في الصلاة على الميت، خاصة أن هناك من يفعل ذلك باستمرار؟ هذا ما عهد من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه الذين يتبعون القبور، وإنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر لما دفن قبل أن يصلي على جنازة، في قصة الذي يقوم المسجد ومات ليلا أو ماتت ليلا دفنوها ولم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم بموتها خرج صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها، فمن فاتته الصلاة على الجنازة قبل دفنها فإنه يصلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يتتبع القبور الجديدة ويصلي عليها، هذا الشيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه.